السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويزيني الكرام أهلا حبيبي إن شاء الله لما طول لكم مباشرة. إذن خوتي البريباراسيو تاع الكناري نمدو لهم هذه القروف في الماء نديرو زوج هكا زوج مسامر هكذا زوج في قرعة مسعيدة كيما هذه وشنو تكون بيتها ما تكونش معمرة جديدة خوتي تكون بيتها نرمو فيها هكا زوج واحد وهكذا الدوزيام ونخلوها تقعد تبات حتى الغدوة إن شاء الله ونعمرو لهم لابيفيت تاعهم راح يكون إخواني كرام محفز جنسي قوي يساعد على التزاوج بشكل كبير إخواني الأفاضل. عليكم قرعة سعيدة هادية. بون خوتي مباشرة إلى الفيديو. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذو مولادها عمليكم كاين هذا وكاين هذا وهذا ما شاء الله خرجت ثلاثة ما في ملاي تحت والمالها منه طلو في العش الداخل نشوفو واش كاين. بو خوتي العش وفارغ هاوليكم العش وفارغ معنتها انت الان راهي تتحضر فلا دوزيام نيشي بحول الله وباش نسطيو للخطوة الثانية اخواني الكرام لازم منا نستعمل واحد المحفز طبيعي يساعد الذكر والأنثى على الولادة والتفريخ من جديد بكل يعني بكل بساطة إخواني الكرام. ما لا تيكوش نديرو نجيبو حبة تاع ليمون كما راكم تشوفو نسحقو ملعقة صغيرة ونسحقو أيضا الزنجبيل يكون مرحي في القهوة عند العشيب هكذا خوتي ونسحقو القرعة تاع الماء ديالنا اللي درنا فيها القروفل اخواني الكرام. عليكم بعد ما بيتناها مدة يوم او يومين يعني يوم ونصف او يومين الان نستعملوها اخواني الكرام ونوريكم الطريقة كيفاش تستعملوها اخواني. والان خوتي نحكموا الحبة تاع الليمون نقسموها اللحمة كما راهي هاكا ما نسحقوش بزاف خوتي نسحقو شوية برك باش نديروه داخل القرعة تاع الماء. وخوتي الان تقدر تنقي القفص تاعك يعني تستعمل تنحي السنيوة التحتانية هذي السنيوة لي من تحت هذي وانا دوك نقي القفص وتنقي القفص وتبريباريه للنيشي الجديد بحول الله ان شاء الله. هكذا خوتي الان نكملوا الطريقة تاعنا باش نوريولكم كيفاش نستعملوا الليمون. بون خوتي عندك مغرفة هكذايا تستعمل فيها الليمون ديالك هكذايا ملعقة تاع ليمون اخواني الكرام سمعتو ما حكمتش باسكو راني نصور وحدي خوتي يتسمى ما ننجمش نصور ونشد في نفس الوقت. بون هكذا خوتي وحدة ملعقة ليمون كيما راهي هكذايا نستعملوها اخواني هكذايا تكون كافية في القرعة كالصعيدة خوتي هذه تاع ريتلا ونص لما مو فيها ريتلا ونص تكون نتاعها نستعمل هذه
هاي ليكم ريتلا ونص. والآن وش نديرو اخوتي؟ الآن نروحو للزنجبيل، أيضا ما نستعملوش كمية كبيرة اخوتي، هاي ليكم الكمية اللي نستعملوها في الريتلا ونص اخوتي، ما ديروش بزاف هكذايا، هكذا اخوتي تكون كافية. هذا اخواني الكرام محفز طبيعي لتزاوج الان اخوتي، نخلطوها مليح هكذايا، نخلطوها مليح ونقدموا لهم في البيفات تاعهم تاع الماء خوتي العزيز. الان خوتي نقدموا لهم الماء اللي بريباريناه في البيفات تاعنا خوتي العزيز، كما راكم تشوفوا طريقه سهله تعمل البيفات. بسم الله. هكذا اخوتي تعمل لابيفات ديالك كيما هاك، عليكم طريقة، وتعاود ترجع لابيفات لبلاصتها ترجع لابيفات ديالك لبلاصتها. وهذه اخواني الكرام تتركوها حتى الغدوة ان شاء الله العشية باش تنحيوها، وتستعمل هذه الطريقة قبل ما الأنثى تعاود تحضر للعش الثاني، قبل ما الأنثى تعاود تحضر للعش الثاني إن شاء الله نتايا تستعمل الطريقة هذه. هذا خوتي مع أيضا تقديم البيض المسلوق للفراخ مع التفاح، مع التفاح وضع يعني كما راكم تشوفون حبة تاع تمر كيما هذه، حبة تاع التمر هذه عندها ملي درناها من الاول كاع مازال ما خلاصتش، باسكو حبة واحدة تكفي. مع الميلونج ديالهم، الميلونج تاعهم يكون معمر، و بريباراسيو تنقي القافص، ايضا تنقي القافص شو نضربو عليهم طلة. بسم الله ما شاء الله، راك تشوف الفراخ اللي خرجتهم، الله يبارك تبارك الله، خرجت واحد ابيض هاوليكم ما شاء الله، هاوليكم الله يبارك، خرجت هذا الباناشي فينيك شباب الله يبارك، وخرجت هذا اللي راهو هنا يتعلم ياكل وراه ياكل متمر الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله، هذه خطرة جابت ثلاثة، احنا نسيو نحسنو لها المستوى تاعها ان شاء الله بإذن الله للربعة ولا للخمسة فروخة بحول الله في هذا النيشي ان شاء الله. ادعونا ولكم بالبركة والرزق، ربي ان شاء الله يسهل ويسخر، وعلى بركة الله الى الجديد بحول الله، وسنوافيكم به ان شاء الله. اخواني الكرام الفراخ تقعد مع الذكر والانثى حتى تتعلم الاكل وحدها كما راكم تشوفوا، حتى يبدأ يتعلم الاكل من الام تاعو، والاب يبدأ يتعلم غير بالعقل.